سلام بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غنبتوا فوق الشبكه. منا كنشوفوا دابا القفاطن، كنشوفوا الفنانات كلابتين قفاطن كيكون الكميم ديالهم غير شبكه منبته. واليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غنبتوا فوق الشبكه. انا خدمت ورده وخليت ورده اخرى باش نوريكم كيفاش نبتوا. هذه البنات هي الرشمه، وانا كيفاش طراسيتها في الشبكه. عادي طراسيتها بالبابي كارمون وعاود طراسيتها بالقلم. ما عرفت واش كيبان لكم ولا لا. انا هنا استعملت هذا موزون كبير. وغنخدم بلاقيق مهرس. وهاد الحجيرات للتزيين، هادي كنديرها وسط الوردة، وهاد الصغار في الجانب ديال الوردة. كيف ما كنعرفوا البنات، الشبكه التنبات ديالها ماشي هي التنبات ديال الثوب. الشبكه كتكون شويه صعيبه، علاش؟ حيت عندها العيون كبار. غنبداو كنعاودو نثبتو هاد العقده مزيان باش ما تخرجش لينا من العيون ديال الشبكه. ثم البنات حتى الاخر عاد ديروا هذا الحجر هذا باش ما يبقاش يشد لكم فيه الخيط. كنحاولوا نزيروا شويه. البنات انا فاش كنخدم لا لاحظتوا، شوفوا هاد الصبع هذا فاش كندخل البره انتم البنات، فاش كندخل البره بحال هكا كنزير بهاد الصبع هذا، كنزير بيه مزيان باش المظنة تبقى قابطه ليا. شتو انا هذا ديما خدامه بيه هاد الصبع. كندخل البره هكا ودائما كنضغط بهاد الصبع التحتاني عندي. انتم البنات شتو دائما مزيره بالصبع التحتاني عندي.
حيت الا ما زيرناش الخدمه راه غادي تجي مرخيه بزاف، حيت الشبكه فيها عندها العيون كبار. صافي دابا غنجي للجهه هاد الجهه هادي، ما عرفت واش كيبان لكم لا تخز ديال الورده ولا لا. المهم راه كاينه هنايا لا تخز من هنا. ديما كنبقاو نعاودو نثبتو الخيط، نعاود بحال هكا. البنات هاد الصباع عندي دائما خدام، دائما كيزير لي المطونه من التحت. انتم البنات فاش زيرتها دابا ما بقات ولا ثابته، ما بقاتش كتحرك. كنتمنى الطريقة تكون مفهومة. صافي البنات انا خدمت الجوانب ديال الوردة، غنكملو دابا الوسط. ركزوا البنات في صبعي لتحت، هو كيخدم اكثر من يدي اليمنى. ضروري نزيره من التحت ضروري باش الخدمه تجينا مزيره ومتقونه.
دابا غندير حاجة لهنا الوسط. انتوما عاودو تبتوها مزيان. دابا بنفس الطريقة نخدمو هاد الورقة هادي. نتبتو الخيط مزيان. وصبعنا اللي تحت ديما طاقت على الموزونة من التحت. غنشوفو البنات دابا كيفاش نركبو الحجر في جناب ديال الوردة. نعاودو نتبتو مزيان. ونتبتوها من اللور مزيان. نمشيو دابا للجهة الأخرى. نعاودو نتبتو الخيط.
عاودو نتبتو كا صافي. البنات كتجي على هاد الشكل هكا، هانتوما البنات كتجي المزونة كتجي ثابتة. كنتمنى البنات الطريقة تكون مفهومة عندكم، ولا عجبتكم هاد الطريقة كيفاش خدمت هاد الشبكة. ما تنساوش البنات دعموني بلي لايك.